السلام عليكم، أهلا بكم في البوصلة. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيدي ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، نحن على بعد أيام من احتفال اليمنيين بثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963. وقبل أيام احتفل اليمنيون في الداخل والخارج على طريقتهم بثورة 26 من سبتمبر عام 1962. غير أن احتفال اليمنيين هذه المرة في الداخل كان له وقع مختلف، فقد احتفل اليمنيون في السفارات والعواصم الإقليمية والدولية في كل مكان حتى ألاباما في أمريكا. غير أن اليمنيين في الداخل رفعوا أصواتهم بشكل مزلزل في احتفالهم هذا العام بثورة 26 من سبتمبر، ورفعوا حاجز الخوف بمعزل عن القوى الوطنية، وبمعزل عن دعم الشرعية، وبمعزل عن دعم أحد في الكرة الأرضية. يجري هذا فيما يتقارب الحوثي مع المملكة العربية السعودية، ويذهب في الرياض بالقدر الذي تذهب فيه الرياض بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى خلق عملية سلام مع إسرائيل. إلى أين يتجه مشهد اليمن؟ قراءة بانورامية مفصلة عن واقع حرب اليمن على ضوء تفرغ السعودية لملفها الإقليمي في العلاقات مع إسرائيل، وخلق اتفاقات محتملة ومفترضة مع جماعة الحوثيين. يشرفني أن أجري هذا الحوار مع سفيرنا في اليونسكو الدكتور محمد جميح. سعادة السفير، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أخي عارف، شكرا لك وتحية لك ولمشاهديك. أحييك دكتور محمد جميح. احتفل اليمنيون يا سيدي بثورة 26 من سبتمبر بطريقة بعثت بلغة تستدعي أن يتوقف معها السياسي والصحفي والباحث ومن يلتقط الإشارات والرسائل. الدكتور محمد جميح، كيف قرأ احتفال اليمنيين في الداخل بثورة 26 من سبتمبر والرسالة التي جاءت للعالم؟ شكرا لك أخي عارف على طرح مثل هذا السؤال المهم، الذي ينبغي أن لا تكون إجابته خلال هذا البرنامج وحسب، ولكن ينبغي أن تكون الإجابة خلال برامج وخلال كتابات وخلال منشورات مطولة. طبعا بالنسبة لاحتفال اليمنيين بهذه المناسبة، أنا في اعتقادي أنه لم يكن على ما هو عليه، ولم يكن الاحتفاء الشعبي بهذا المستوى كما كان خلال السنوات الأخيرة، وخاصة خلال العام الأخير أو المناسبة التي تم الاحتفاء بها قبل أيام. لماذا عاد لسبتمبر وهجوا؟ ولماذا عاد لثوار سبتمبر ألقهم؟ ولماذا ارتفعت الأصوات لتقول بأن الجمهورية والجمهوريين قصروا في حق ثوار سبتمبر وتدريسهم وسيرهم ويعني بطولاتهم لأجيال الجمهورية؟ لماذا؟ لأن هجمة الإمامة الجديدة جعلت الوعي الجمعي اليمني يفيق على هذه الكارثة ويعيد الاعتبار والتقدير لثورة سبتمبر ولثوار سبتمبر الجمهوريين الأوائل الذين ضحوا من أجل الجمهورية، والتي عاد الناس لإدراك وفهم عمق معانيها وعمق مبادئ ثورة سبتمبر مع هذه الهجمة الإمامية الجديدة التي جاءت مع الحوثيين. ولذلك عندما يقال وبضدها تتميز الأشياء، عرف الناس أهمية سبتمبر اليوم من معايشتهم ومعاصرتهم ومعاناتهم من واقع هذه الميليشيات التي مهما اتخذت لنفسها من عناوين، ومهما رفعت من شعارات، ومهما طرحت من قضايا وتبنت من قضايا، إلا أنها يعرف اليمنيون جميعا بمن في ذلك هم أنفسهم. هؤلاء الحوثيون يعرفون بأنهم إماميون حتى النخاع، وإلا فكيف يعيدون التذكير بتاريخ الأئمة؟ وكيف يعيدون تدريس تاريخ الأئمة؟ وكيف يعيدون الاعتبار للإمام أحمد والإمام يحيى ويذكرونهما وغيرهما من الأئمة بالتقديس والتبجيل والترضي عنهما والسلام عليهما، ومع ذلك يقولون أنهم جمهوريون وأنهم يحتفون بثورة سبتمبر كالذي يقول يعني سبتمبر عليه السلام والإمام أحمد عليه السلام؟ هذه مفارقة عجيبة لا توجد إلا لدى الحوثيين، ولكن اليمنيين يعرفون ذلك. يعني مهما عمل الحوثيين ومهما فعلوا ومهما نمقوا من عبارات،
فإن الجميع يعرفون أنهم إماميون وأنهم لا يمكن أن يحتفلوا بثورة سبتمبر، حتى وإن أظهروا في بعض المناسبات البسيطة احتفاءهم بذلك لمخادعة الناس، فالواقع أنهم لن يحتفلوا بها حقيقة. لماذا؟ لأنهم إماميون ولا يمكن للإمامة أن تحتفي بالجمهورية. دكتور محمد جميح، لست هنا بصدد مناقشة من هم الحوثيون وحقيقة موقفهم من الثورة ومستوى ارتباطهم بالإمامة، فالحديث في البدهيات إهدار لأوقات العقلاء يا سيدي الأعز. أتحدث عن رسالة الشعب اليمني الذي رفع حاجز الخوف واحتفل بالجمهورية وأعلن انتماءه للدولة اليمنية بمعزل عن سلطة الأمر الواقع، دون قيادة من أحزاب، دون حضور نخب اليمن في المجتمع الإقليمي والدولي، لوحدهم يا سيدي، ما الرسالة؟ نعم هذا صحيح، يعني اليمنيون والجمهور داخل مناطق سيطرة الحوثيين على وجه التحديد، هذا الجمهور ظل خلال السنوات الماضية ينتظر الخلاص، كان يؤمل كثيرا على التحالف وعلى الشرعية بأنهم يمكن أن يعيدوا دولته وجمهوريته، وكان يؤمل الكثير على أن يأتي الإنقاذ من خارج حدود اليمن، لكن يبدو أن الجمهور بدأ يصل إلى قناعة، وهي القناعة التي يجب أن يصل إليها السياسيون كذلك، بأن الخلاص من هذه الجماعة لن يأتي من الخارج، وإنما لابد أن ينبع من الداخل وأن يأتي من الداخل. وعندما خرجت الجماهير تحتفي بثورة 26 سبتمبر، فهي أرادت أن ترسل رسائل، مفاد هذه الرسائل ومضمون هذه الرسائل أن التغيير الحقيقي الذي سوف يأتي والذي سوف يطيح بالحوثيين هو التغيير الذي يأتي من الداخل، وأن الإطاحة بالحوثيين هي أسهل ما يكون إذا وجدت الإرادة الوطنية. وذلك يعني بطبيعة الحال بأن المكونات السياسية الموجودة الآن والمنضوية تحت إطار الشرعية وغير ذلك من غير تلك من المكونات الأخرى التي تقول بأنها تقاوم الحوثيين، هذه المكونات إلا فيما ندر أصبحت في نظر الجمهور لا يعول عليها كثيرا، لأنها خيبت آمال الجمهور، وبالتالي رأى الجمهور داخل مناطق سيطرة الحوثيين لأنه لابد له أن يأخذ زمام المبادرة وأن يخرج بنفسه، وإن كانت البدايات بهذه البساطة عبارة عن احتفاء بثورة سبتمبر لكنه متضمن لرسائل عدة، إلا أن ذلك الاحتفاء يعني بأن الجمهور ربما قارب من حالة اليأس من المكونات السياسية الموجودة ومن المكونات الأخرى التي تزعم بأنها تحارب الحوثيين ولا تحاربهم إلا فيما ندر. دكتور محمد جميح، على مدى السنوات الماضية نشطت جماعة الحوثيين مع فلسفة المخيمات الصيفية وتعديل المناهج الدراسية، وذهبت بعيدا إلى خلق مدارس الحسين وما إلى ذلك، ثم جاءت بعد 9 سنوات احتفال اليمنيين بثورة 26 بمعزل عن الأحزاب، بمعزل عن الشرعية، بمعزل عن دعم السفارات والمجتمع الدولي، ولا لم يطلبوا إذنا من أحد. ما الدلالة؟ ألم يعد الخوف موجودا من أن الجيل هذا سيكون جيل مضروب وأننا مهددين بألغام ستزلزل المستقبل اليمني في القادم؟ أم أن احتفال اليمنيين بسبتمبر قد بدد كل هذه المخاوف وخلق صورة أخرى؟ هو في الواقع أن يعني اليمنيين والحوثيين في سباق مع الزمن من أجل الرهان على موقف الصغار الذين سيأخذون كبارا، وعلى موقف الشباب اليوم، والذي أثبتته الأحداث خلال الأيام الماضية من احتفال اليمنيين بثورة سبتمبر هو يعكس الصورة القديمة، وهي صورة الشهيد الثلاثة الذي رباه الإمام على يديه والذي علمه ودرسه ويعتبر أنه خريج بيت الإمامة، ومع كل ذلك إلا أنه عندما رأى ظلم الإمام ورأى بطش الإمام ورأى تنكير الإمام باليمنيين، كان الخوف الذي يراه الإمام في البعيد كان له في باب داره، كان على يد الثلاية الذي ثار في 1955. ولدى كذلك السلال هو خرج من هذه العباءة، وكثير من الثوار الجمهوريين هم من الذين يعني أراد الإمام أن يؤلف قلوبهم وأن
يجعلهم من حاشيته وأن يغدق عليهم بالأموال والمناصب، لكنهم في الأخير انحازوا إلى شعبهم. اليوم الصورة تتكرر، رغم المخيمات الصيفية ورغم يعني التلقين المتكرر بخطب عبد الملك الحوثي في الشاشات في الميادين العامة، ورغم خطب المساجد، ورغم التعليم الموازي في المدارس وإذاعة الصباح، ورغم كذلك الدورات الثقافية المختلفة، ورغم كل هذه البروباغندا الحوثية الدعائية، إلا أن ما أغاظ الحوثيين كثيرا هو أن هؤلاء الشباب والمراهقين الذين عول الحوثيون على أنهم قد بدأوا عملية غسل أدمغتهم عادوا مجددا، ويعني خرج في من داخلهم هذا الانتماء الجمهوري الكبير والانتماء الوطني العظيم، وبدأوا يهتفون للجمهورية ولسبتمبر، والهتاف لسبتمبر بالمناسبة هو هتاف ضد الحوثيين، والهتاف للجمهورية هو هتاف ضد الحوثيين. ولذلك قمع الحوثيون هؤلاء الخارجين بحجة أو بأخرى، هم لم يقمعوهم لأنهم كما قالوا يعني أخلوا بالأدب، أو لأنهم أرادوا أن يحدثوا شيئا من الفوضى، هم قمعوهم لأن الحوثيين يعرفون الرسالة المبطنة التي أراد هؤلاء الشباب أن يرسلوها من خلال احتفائهم بالعلم. ولذلك أراد الحوثيون أن يأخذوا العلم، وأخذوا الأعلام ورموا بها، ورأينا كيف تعاملوا مع العلم. هذه رسالة حوثية أخرى للمحتفين بأن هذا العلم لا ينبغي أن يكون هو السائد. طيب يا دكتور محمد جميح، في الحقيقة اليوم ثورة 26 من سبتمبر في عيدها 61، لكن ربما على الأقل في آخر 30 سنة كانت هذه المناسبة لدى اليمنيين مجرد مناسبة وطنية يحيونها والسلام. نحتفل بثورة 26 بسبتمبر لأن الدولة تريدنا أن نحتفل، لأن الجمهورية يعني لها يوم وطني وليس غير ذلك يا سيدي فيما مضى على الأقل مؤخرا. لكن الاحتفال بعيد سبتمبر الآن صار له طعم مختلف ومذاق مختلف وتحدي مختلف ورسالة مختلفة. اليوم الاحتفال موقف، اليوم الاحتفال رسالة وطنية في مواجهة الإمامة، اليوم الاحتفال يبعث برسالة لقادة الأحزاب والمنظمات والمثقفين والباحثين والشرعية في الخارج بأننا ربما لن نحتاجكم في المستقبل، قادرون على أن نرفع رايتنا ونتحدث بأنفسنا. كيف قرأت أنت لغة الاحتفال هذا العام بمعزل عن سابقيه؟ طبعا أخي الكريم، كما قلنا يعني هذا الاحتفال أخذ هذا الزخم الكبير من هذه الموجة الارتدادية الإمامية. أراد الشباب أن يعبروا عن أنهم ينتمون لهذا الوطن وينتمون لجمهورية هذا الوطن، وأرادوا كذلك أن يرسلوا برسالة للداخل والخارج، مفادها أننا من الآن وصاعدا سنعتمد على أنفسنا، ومفادها أيضا أن هذه المكونات المتناحرة فيما بينها والتي هي بالفعل هي التي أوصلت الحوثيين إلى ساحل عدن بخلافاتها ونزقها ومكايداتها السياسية، هذه المكونات ليست بالمكونات التي يعول عليها اليوم من أجل الحسم مع الحوثيين. أنا في تصوري أن الحسم مع الحوثيين لن يأتي إلا من خلال هؤلاء الذين طرقهم الحوثيون على رؤوسهم بالمطارق، الذين وضعهم الحوثيون بين المطرقة والسندان إنجاز التعبير. هؤلاء هم الذين بعد أن عركتهم الحياة تحت ظل هذا الحكم الكهنوتي الجديد هم الذين سيقودون التغيير، لأنهم هؤلاء الذين خرجوا من البلاد سواء كان مكونات أو كان حتى الشرعية برمتها. خذها مني، أي شجرة تنمو في خارج سياقها أو ترابها الوطني مصيرها إلى الذبول. لماذا؟ لأن الجذور التي تتعمق في تربة غير التربة الوطنية مصير أوراقها أن تتساقط ورقة ورقة، وهذا ما سيحدث إذا لم تتلافى هذه المكونات، وإذا لم تتلافى الشرعية هذا الأمر بمد جذورها بالداخل بالتراب الوطني من أجل أن تتغذى من مياه الوطن، من تراب الوطن، من شباب الوطن، من كفاح اليمنيين، فإنها لا محالة ستكون كشجرة اجتثت من ترابها وزرعت في تراب ومناخ آخر لا تصلح له، وبالتالي مصيرها إلى الذبول. والشعب كفيل بإعادة إنتاج وسائل مقاومته وتحديه ومجابهته لهذه الجماعة الفاشية الكهنوتية. وبطبيعة الحال يحتاج الشعب إلى أن ييأس من الخارج، يحتاج إلى أن ييأس من المكونات السياسية، يحتاج إلى أن ييأس من أي فصيل سياسي أو عسكري أو ميليشاوي تحت راية غير وطنية أو راية جهوية أو راية مناطقية أو راية مذهبية أو راية طائفية، يحتاج الشعب إلى أن ييأس من ذلك. عندما نصل إلى مرحلة اليأس التام
هنا نحن سنصل إلى مرحلة الوعي التام. ومرحلة الوعي التام هي المرحلة اللازمة لأي حس ثوري ولأي حدث ثوري، وهذا ما سيكون، وهذا ما يخشاه الحوثيون، ويعرفون بأنهم لن ينجوا منه، ولذلك يحاولون إطالة أمد العدوان. وحتى وإن ذهبوا إلى الرياض وتفاوضوا مع الرياض واتفقوا مع الرياض، فإنهم سيظلون يستخدمون مصطلح العدوان، لا لأن العدوان موجود ولا لأنه مستمر، ولكن ليظل ابتزاز اليمنيين باسم العدوان موجود، وليظل الذريعة والفزاعة التي يخوفون بها اليمنيين موجودة، رغم أنهم سيتفقون مع السعودية ومع الإمارات ومع التحالف الذي يسمونه عدوانا، ولكن هذه الفزاعة يجب أن تستمر من أجل أن يكون هناك عذر لقمع الحركة من الداخل. أنا أريد أن أذكر واحدا لو سمحت لي أستاذ عارف. الإمامة في مراحلها التاريخية المختلفة هي تستقوي بالخارج دائما. أنا أضرب مثالا، الإمام يحيى حميد الدين كان مجرد يعني رجل دين له سلطة على مناطق محدودة في أقصى شمال الشمال، وعندما انهزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وبدأ العثمانيون يجمعون جنودهم في معسكرات استعدادا للرحيل من اليمن، استغل الإمام الفرصة ورفع راية التحرير الوطني والاستقلال، ولا ليطرد العثمانيين، لأن العثمانيين أصلا هم خارجون لأنهم انهزموا في الحرب، ولكنه رفع راية التحرير وراية الاستقلال من المحتل التركي من أجل أن يجمع اليمنيين حوله، وبالفعل نجح في هذه الدعاية، دعاية الاستقلال وردع العدوان التركي، وتجمع الناس حوله حتى وطد لحكمه. وهذا ما فعله الحوثيون، استفاد من العدوان ومن خطاب 17 دولة معتدية من أجل التكريس لسيادته، لا لسيادة الوطن، لكن ذلك تم تحت السيادة الوطنية وبشعار السيادة الوطنية، فيما المقصود هو سيادة عبد الملك الحوثي وجماعته. دكتور محمد جميح، الآن في حال أن الأحزاب السياسية تأخرت كثيرا أو ربما نسيت الشارع اليمني في الداخل، والشرعية لم تعد معنية بنشاط وحراك وأصوات اليمنيين في الداخل، وتشكل اليمنيون أو تشكل لليمنيين في الداخل كياناتهم المستقلة، من سيحتاج الأحزاب والشرعية بعد ذلك يا سيدي؟ طبعا الأحزاب والشرعية هي التي ستحتاج الداخل وليس العكس. أخي العزيز، نعود والتاريخ هو كتاب مفتوح. عندما يعني جاءت نكسة 67 وانهزم العرب بشكل عام في هذه النكسة، واضطر جمال عبد الناصر رحمه الله إلى الانسحاب من اليمن، أسقط في أيدي ثوار سبتمبر والجمهوريين، وظن الإماميون بأن اللحظة التاريخية التي ينتظرونها قد حانت، وجمع الإمام البدر حينها وبقايا الإمامة جمعوا كل ما استطاعوا من قوة لحصار 70، وكان الموقف ميؤوسا منه، كان النصر بعيدا، لأن المصريين الذين يعتمد عليهم الثوار السبتمبريون انسحبوا. لكن ما الذي حصل؟ لم يتمكن اليمنيون من النصر الحقيقي إلا بعد انسحاب القوات المصرية. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على العامل الوطني. نحن بحاجة إلى أن نيأس من الخارج، بمعنى أن نيأس من الخارج كقائد للمعركة، وليس يعني ننعزل عن الخارج وعن دعم الخارج وعن مد الجسور مع الخارج من أجل دعم معركتنا الوطنية، ولكن ينبغي أن تتغير البوصلة، بمعنى أن يكون الفعل الوطني الداخلي هو الأساس. نعم. والخارج مجرد داعم نمد معه الخيوط الدبلوماسية. وصلت الفكرة يا دكتور. نعم. أيضا السياسية لدعم الحراك الوطني الداخلي، لكن يجب أن نيأس من أن أحدا يمكن أن ينصرنا ما لم ننتصر نحن لأنفسنا. نعم. دكتور محمد جميح، بالنسبة لجماعة الحوثيين أو سلطة الأمر الواقع في صنعاء وما جاورها، هي الآن تملأ السجون بالمواطنين اليمنيين الذين رفعوا العلم واحتفلوا بثورة 26 من سبتمبر. على الأفق السياسي أيمكن القول أن هناك شرارة يمنية في الداخل تتشكل، وأن الحوثيون سيوقدون عليها النار أكثر باعتقال الناس وإدخالهم السجون بمجرد رفع علم أو احتفال؟ يعني اليوم بعد أن وقفت الحرب، أولا لم يعد لدى الحوثيين المبرر لقمع الناس
لم يعد لديهم المبرر لعدم صرف مرتبات الناس، لم يعد لديهم المبرر لعدم القيام بخدمات الدولة التي يفترض أنهم سلطة، والقانون الدولي يحمل دولة الاحتلال وهي من الخارج ليست من الداخل، ناهيك عن السلطة التي انقلبت وهي من الداخل، يحمل القانون الدولي دولة الاحتلال وسلطة الانقلاب مسؤوليات الدولة من خدمات وغيرها. وبالتالي عندما توقفت هذه الذريعة، الناس الآن والحوثيون أمام استحقاقات المرحلة، بمعنى أنه لم يعد هناك عدوان لتبتزون به، لم يعد هناك صندوق الشهيد أو صندوق الحرب أو المجهود الحربي الذي تنهبون أموالنا به، لا، لابد من صرف المرتبات ولابد من القيام بالخدمات، والحوثيون أصلا يعجزون عن القيام بالدولة ومهامها. ولذلك نحن نقول بأن لحظة الصدام بين اليمنيين في الشارع أساسا وبين الحوثيين هي لحظة حتمية، وأنا في تصوري أن الحوثيين لن يخرجوا إلا بعمل جماهيري منظم، ولا أقول بعمل عسكري في بداياته، ولكن أقول بعمل جماهيري يمكن أن يدعم سياسيا. لأنه أخي الكريم، نحن رأينا كثيرا من الدكتاتوريات وكثيرا من الأنظمة تهاوت وهي تحمل أطنانا، بل تحمل مئات الأطنان من الأسلحة لديها، لم تنفعها هذه الأسلحة. الحوثيون اليوم إمعانا في العمى الذي يعانون منه يذهبون أو يهربون من مواجهة استحقاقات كونهم سلطة فعلية على أرض الواقع، يهربون من مواجهة التزاماتهم بتقوية الجانب العسكري بتهريب السلاح، يظنون أن السلاح هو الذي يمكن أن يوطد لحكمهم في الداخل. يمكن أن ينفع السلاح إلى حد ما صحيح، لكن السلاح أمام الجماهير. رأينا كثيرا من الأنظمة تتهاوى وكثيرا من الدكتاتوريين يسقطون بفعل الشارع، بفعل الحركة الجماهيرية. واليمنيون في اعتقادي أنهم يحتاجون إلى قليل من التنظيم، ولا أعتقد أنهم في الداخل سينظمون أنفسهم، وأعتقد أن الثوار السبتمبريين وحركة الأحرار اليمنية يجب اليوم أن يدرسها أن تدرس الجماهير في الداخل وقيادة الحركات في الداخل، لأن الوطنيين اليمنيين وحركة الأحرار بدأت كما قال الزبيري: إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صرخة تصغي لها الأمم، والحق يبدأ في آهات جيب مضطهد حتى يصير زئيرا كله نقم. نعم. وهكذا الجمهور في الداخل بحراكه الداخلي بقياداته التي سوف يفرزها، ربما هي غير موجودة الآن لكنه سوف يفرزها، هو الذي سيواجه الحوثيون. الحوثيون ربما لديهم قدرة على المواجهة العسكرية، لكن لا أعتقد أن لديهم القدرة على سجن كل اليمنيين وعلى سجن الجمهور اليمني. نعم. وعلى مواجهة كل اليمنيين عندما يخرجون ضد الحوثيين. هذا المشهد من الداخل رافقه في نفس التوقيت ذهاب جماعة الحوثيين إلى الرياض، وكان هذا تاليا لتقارب سعودي إيراني، ثم الآن السعودية بطريقها لعملية سلام مع إسرائيل. برأيك المشهد كله هذا ماذا يقول في الحالة اليمنية؟ هل أن المملكة العربية السعودية والتحالف بطريقه لينشغل عن ملف اليمن، أو هو أمام فرصة أن يطوي ملف اليمن عاجلا ليتفرغ لملفاته الكبرى إقليميا ودوليا، أم أن اليمن ستبقى يعني بين مرحلتين معلقة بحالة لا سلم ولا حرب؟ أنا أتصور أنه يعني صحيح تريد السعودية أن تتفرغ للملفات الداخلية وفي مقدمتها الملف الاقتصادي، صحيح أن السعودية تريد إنجاز التعبير تصفير المشاكل، صحيح أنها تريد أن تهتم بعلاقاتها الدولية مع القوى المختلفة في الشرق، الصين، الهند، روسيا، وتريد أيضا أن تحتفظ بالعلاقات القديمة والتقليدية مع الغرب، كل هذه المعطيات صحيحة، لكن السعودية بحكم الجوار الجغرافي اليمن لا يمكنها بحال من الأحوال أن تدير ظهرها لليمن، لأن يعني حدث أن تم نوع من الإهمال للملفات اليمنية الداخلية وصلنا إلى ما صرنا إليه، وصانع السياسة السعودية يدرك ذلك. لكن الذي ربما يحصل أن السعودية تريد أن تركز على أولويات محددة ربما تراها في ملفات أخرى داخلية أو خارجية، ولذلك تريد أن يعني تخلص من الملف اليمني بطريقة أو بأخرى. لكن في الواقع أن الملف اليمني هو ملف يمني، صحيح أنه في مرحلة من المراحل هو ملف سعودي وهو ملف تحالف عربي، لكنه بالأخير سيكون ملفا يمنيا خالصا، بمعنى
أن المشكلة مع الحوثيين هي مشكلة يمنية، هي بدأت قبل التحالف بأكثر من 10 سنوات في 2004، وستستمر حتى بعد خروج التحالف، لأن مشكلتنا مع هذه الجماعة هي مشكلة تمتد إلى 1000 سنة إذا أردنا أن نتتبع جذورها. وبالتالي السياسة السعودية حتى وإن أرادت أن تتخفف من بعض الأعباء في الجانب اليمني، لكنها بطبيعة الحال ستبحث عن ترتيبات معينة لا تؤدي إلى أن يسبب هذا الترتيب وضعا مقلقا للسعودية فيما بعد، لكنها لها طبعا مصالحها ولها استراتيجيتها ولها رؤيتها المختلفة، وهذا حقهم كسعوديين. نحن في اليمن ماذا نريد؟ ونحن في اليمن أيضا ماذا قدمنا وماذا سنفعل أيضا لمواجهة هذه الجماعة؟ أما بالنسبة للصورة الكلية فأنا أعتقد أن وراء هذه المشاهد الولايات المتحدة هي تريد من الرياض على سبيل المثال أن تطبع، وهذا أمر ليس من قبيل إذاعة الأسرار، تريد من الرياض أن تطبع مع إسرائيل، تريد من عدد من الدول العربية والإسلامية أن تقيم علاقات دبلوماسية طبيعية مع إسرائيل. هنا كما هو معروف اشتراطات سعودية في هذا الجانب، منها ما يخص الجوانب الأمنية، ومنها ما يخص التعاون العسكري، ومنها ما يخص أيضا الأبعاد الجيوسياسية التي تريدها الرياض للمملكة العربية السعودية. ضمن هذه التفاصيل يأتي الملف اليمني، ولذلك تريد الرغبة هي رغبة أمريكية سعودية وليس رغبة سعودية وحاسب. واشنطن قبل السعودية ربما تريد أن يغلق هذا المجال من أجل أن تتاح الفرصة لعلاقات طبيعية بين عدد من الدول العربية وبين إسرائيل. لكن بطبيعة الحال أنا بتصوري أن الأمور لن تسير على ما يعني ما هو مخطط له من قبل. سأضعك أمام سيناريو يا دكتور محمد جميح. دكتور محمد سعادة السفير، أستأذنك بأن أضع أمامك يعني اتجاهات السيناريوهات المحتملة، وإن كنت تراها بهذه الصيغة أو ربما بصيغ مختلفة. هناك من يتوقع من أن هذه الرغبة الأمريكية السعودية بإنهاء حرب اليمن ستترجم إلى سلق الحل، وبالتالي قد تبدو التسوية بالضرورة غير عادلة بل ظالمة. وماذا لو كانت الاتجاهات القادمة من السعودية مع الأمريكان لخلق يعني ملف عربي عام مختلف؟ الجانب اليمني منه هو جانب حكم الحوثي في صنعاء وانفصال الجنوب. طبعا أخي الكريم، هو يعني في الأساس إذا سارت التسوية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات المعروفة، وإذا سارت وفقا أو تحت مظلة الأمم المتحدة، فإنه نظريا لا يمكن أن تكون هناك تسوية غير عادلة على المستوى النظري نحن نتحدث. لكن على المستوى العملي إذا تمت هناك تسوية ووجد هناك خلل في ميزان القوى لصالح الحوثيين، فإن هذه التسوية العادلة بين قوسين يمكن أن تتحول أو تتغير لصالح الحوثيين، وبالتالي تنقلب إلى تسوية غير عادلة. أما التسوية فهي ستكون كالتالي: تكون هناك حكومة هي التي تحتكر السلطة والقوة، وتكون هناك مكونات سياسية من ذلك الحوثيون يكونون فريقا سياسيا أو حزبا سياسيا، وجميع السلطات مركزة في السلطات الدستورية، والدولة تستعيد المؤسسات الدستورية. جوهر الحل سيكون هو هذا، وانتخابات وعملية ديمقراطية وما إلى ذلك، هذا هو جوهر الحل. وبالتالي أنت لا تستطيع أن تقول أن هذه تسوية غير عادلة أو عادلة، هذه تسوية محايدة. لكن الذي سيجعلها غير محايدة هو أن الحوثيين لديهم قدر كافي من السلاح، ولديهم قدر كافي من نية استعمال هذا السلاح ضد اليمنيين، وهنا يمكن أن تختل هذه التسوية أو تؤدي إلى خلل في موازين القوى المختلة أساساً. ومن هنا نحن نقول بأنه من أجل أن تكون هذه التسوية العادلة، من أجل أن تكون متوازنة، فلا بد أن تمتلك الشرعية ويمتلك أصحاب المشروع الوطني المقاوم للحوثيين، لا بد أن يمتلك القوة الكافية في حال أراد الحوثيون أن يجير هذه التسوية القادمة لصالحه. فينبغي أن يكون الناس مستعدين من أجل مواجهة هذه الإرادة الحوثية لتجيير الحل السلمي لصالحه. دون ذلك فإنه بطبيعة الحال هذه التسوية وإن كانت تسوية دولية وتسوية تحت إطار الأمم المتحدة، لكنه سيستفيد يا دكتور محمد جميل يا سعادة السفير، والذين سيعارضونها سيصدرون المشهد على أساس أنهم أعداء سلام يا سعادة السفير، وأنهم لا يريدون الحرب أن تنتهي وأنهم مستفيدون من هذه الحرب.
دكتور محمد جميح سعادة السفير، أنا وأنت يمنيين يا سيدي، وعملنا في الملف اليمني ربما كل عمرنا، فعلى أي أساس سنفترض أن جماعة الحوثي يمكن بأي حال أن تكون جاهزة لصفقة أو تسوية أو شراكة مع اليمنيين؟ بأي حال يمكن أن نتخيل ذلك؟ بطبيعة الحال أنا لم أقل ذلك ولم يقل ذلك أحد، بل إن الحوثيين مفهوم الشراكة معهم هو الذي يقتضي بأن تشاركني في تنفيذ مشروعي. أنت شريكي أخي عارف، لكن في تنفيذ مشروعي أنت لست شريكا لي في وضع مشروع آخر بالإضافة إلى مشروعي، والناس يختارون من المشروع بين المشروعين. لا، أنت شريكي في تنفيذ الأجندة وفي تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها، وأنا هذا هو مفهوم الشراكة الحوثية، وهذا المفهوم هو الذي يعني مفهوم التبعية، بمعنى أنه ليس لدى الحوثيين شراكة أو مفهوم شراكة، إنما لديهم مفهوم تبعية، وإن كانت هناك شراكة فهي شراكة في التنفيذ وليست شراكة في وضع الاستراتيجيات ووضع السياسات والأهداف. جميعنا نعرف ذلك. الحوثيون طبعا لا يسمح لهم فكرهم الديني الذي يقوم على أساس أنهم جماعة مصطفى، وهم نحن لا نفتري عليهم، هم يقولون ذلك صباح مساء، ويتحدثون عن أعلام الهدى، ويتحدثون عن السيد العلم، ويتحدثون عن الاصطفاء الإلهي والحق الإلهي، هذه كلها مفردات مكررة لديهم، وبالتالي السلام مع هذه الجماعة لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون، حتى وإن أتت خطة دولية لإنهاء الحرب لكنها لن تأتي بالسلام، قد تنهي الحرب مؤقتا، لكنني أقول بشكل واضح بأن معركة اليمنيين مع الحوثيين لن تنتهي ما دام لدى الحوثيين هذه الفكرة الاصطفائية التي ترى بأن السلطة والثروة هي في سلالة محددة غير باقي دون باقي السلالات، وترى بأن هذه دكتور السلالة هي أرقى وأنقى وأصدق، نعم، وأنها أخطر عن الحكم من غيرها. يا دكتور محمد، ماذا تقول عن من يرى بأن الانتفاضة للجمهوريين اليمنيين الذين احتفلوا بثورة 26 من سبتمبر كان يمكن أن تتحول إلى ثورة عارمة في حال وقف الناس معها، لا أن يذهبوا إلى أن يبعثوا بطوق نجاة لجماعة الحوثي وتقاربها مع السعودية ودفع مرتباتها وما إلى ذلك؟ نحن بصدد إنهاء ملف اليمن أم بصدد إخماد أي معارضة في وجه الحوثي؟ أخي العزيز، يعني كائنا ما كان، أنا أقول بشكل واضح بأنه إذا كان السعوديون يرون بأنه حان الوقت لأن يتخلصوا من عبء هذه الحرب فهذا حقهم، لا يستطيع أحد إجبارهم على الاستمرار، لكن هذه معركتنا، حتى المرتبات إن صرفت، وحتى يعني المرتبات في الأخير إن صرفت هي ستصرف من الجانب الحكومي من النفط والغاز الذي هو تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وبالتالي صرف المرتبات سيكون من طرف الحكومة اليمنية، وهذا سيزيد من إحراج الحوثيين. لماذا؟ لأن المرتبات تصرف من غيرهم. صحيح أن إيران تسعى إلى إيجاد مرتزق رخيص الذي لا يكلفها شيئا، بمعنى أنه يصرف على نفسه، لا يكلف الإيرانيين أن يصرفوا عليه، والحوثيون هم النموذج الأمثل لذلك، بعكس حزب الله، رغم أن حزب الله لديه استثمارات كذلك، لكن إيران تنفق عليه الشيء الكثير، لكن الحوثيين هم أرخص المرتزقة بالنسبة لإيران لأنهم لا يكلفونها إلا القليل، ولذلك تريد إيران من جماعاتها الميليشاوية في البلدان العربية أن تملك السلطة وأن لا تتحمل المسؤولية. هذا هو النموذج الإيراني للدول العربية، وجود دولة داخل دولة، دولة تتحكم ودولة تحكم، والسلطة الفعلية للدولة المتحكمة وهي الميليشيا الإيرانية، والسلطة الظاهرية هي للدولة الحاكمة وهي السلطة السياسية، وعلى السلطة السياسية كحكومة أن تصرف المرتبات وأن تقوم بالخدمات. في لبنان الذي يصرف المرتبات هي الحكومة اللبنانية، والذي يتحمل مسؤولية الخدمات هو رئيس الوزراء اللبناني، والذي لا يتحمل شيئا من ذلك وحزب الله، لكن الحاكم الفعلي للبنان هو حزب الله. يراد الحوثيين أن يكونوا كذلك في اليمن، يتحكمون في كل شيء، ولكنهم في المقابل إذا ما جئنا للمرتبات والخدمات تصرف من السلطة الحاكمة فعليا التي يراد الحوثيين أن يتحكموا بمفاصلها من أجل طيب. أن تكون السلطة الحوثيين والمسؤولية نعم. على الطرف الآخر الحكومي، لكن هذه المعادلة نعم. هي لن تستمر. لماذا؟ لأنها معادلة مختلة، ولأن اليمن بطبيعته الجغرافية وتكوينه المذهبي والقبلي لا يمكن أن يرضى. أخي العزيز، خذ مثالا، عندما يعني خرج الأتراك من اليمن وأعلن يعني أعلن الإمام يحيى نفسه إماما على اليمن،
لم يستمر اليمنيون كثيرا حتى أطاحوا بالإمام وقتل الإمام في 48. وعندما ظن الإمام أحمد بأنه قد ثبت حكمه وأنه قضى على كل معارضيه من 48 إلى 55 عدد محدود من السنوات، قامت ثنايا بثورته أو بانقلابه الذي سمي انقلابا وكان حركة عسكرية معروفة. من 55 إلى 62 جاء سبتمبر، بمعنى أن لا ينبغي أن ييأس، لن نيأس ولا ينبغي للناس أن ييأسوا. هؤلاء هم اليمنيون، اليمنيون لا يمكن أن تحكمهم سلطة واحدة منفردة باسم مذهب واحد أو باسم قبيلة واحدة أو باسم منطقة واحدة، لا يمكن. ولذلك اليأس هو عند كثير من الذين في الخارج الذين لا يعيشون الداخل. أما الذين في الداخل الذين خرجوا في ليلة 26 سبتمبر والذين خرجوا في يوم 26 سبتمبر، هؤلاء لم يعرفوا اليأس. نعم. هؤلاء خرجوا يتحدون الميليشيات، بينما اليأس والخور والخوف طيب. والقلق هو عند الذين في الخارج. أما الذين في الداخل فهم مرابطون على أرضهم. وأنا نعم. أجزم بأن النصر عن الحوثيين سيأتي من الداخل وليس من الخارج. دكتور محمد جميح، المشهد اليمني اليوم في الداخل يبعث برسالة لنا نحن العاملين في حقل المعرفة وحقل الخطاب العام، صحفيين، مثقفين، باحثين، نخبة من مختلف المكونات، حتى الحركات الحقوقية، الحركات النسوية. ما هي الرسالة إذا لم نلتصق بالناس، إذا لم نكن على صلة بحياتهم بنشاطهم؟ هل سييأسوا منا أم سنثبت لهم أننا لا قيمة لنا في الحقيقة في الخلاص الوطني؟ أيمكن أن نخلق خطاب نطمئن أهلنا وإخواننا في الداخل أننا معهم وألا نقلق من أنهم تركوا لوحدهم؟ أخي العزيز، أنا أقول بكل وضوح بأن اليمنيين سينتصرون على هذه الجماعة الظالمة الباغية الكهنوتية بدون أدنى شك، وأنها ستسقط. لكن إما أن نكون ضمن شرف الذين سيسقطونها، أو أن ننعزل بأنفسنا في الخارج وأن لا نشارك أهلنا في الداخل ما يطمحون إليه. أهلنا في الداخل هم الذين سيسقطون الحوثيين، لم يعد هنالك شك بأن النصر سوف يأتي من الداخل لا من الخارج. مهمة الذي في الخارج هو أن لا يدعي بأنه هو الذي يحرك الداخل، وأن لا يدعي شرفا بأنه هو الذي يقود المعركة في الداخل. من اليوم، من هذا التاريخ، من تاريخ وقف المعركة، فإن الداخل هو الذي سيتولى زمام أمره مع الحوثيين، وهو الذي سينظم نفسه، وسيكون دور الخارج بمعنى المكونات السياسية الموجودة في الخارج والمعارضة الموجودة في الخارج وربما جزء من الشرعية المتواجد في الخارج، سيكون إيجاد مظلة إعلامية وسياسية فقط، وليس ادعاء تمثيل الداخل أو تمثيل ثورة الداخل تمثيلا حقيقيا وكليا. الذين في الداخل هم الذين سيمثلون أنفسهم، وهم الذين يعرفون كيف يقاومون الحوثيين، لأنهم هم الذين بقوا هنا، وهم الذين ظلوا يواجهون الحوثيين طيلة هذه السنوات، وهم أقدر الناس على خوض المعركة ضد الحوثيين. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعايشونهم ويعرفون أساليبهم، بعكس الذين في الخارج الذين مر عليهم سنوات طويلة دون أن يعرفوا بتفاصيل ودقائق الحياة اليومية للناس تحت حكم الحوثيين. ولذلك نحن نقول بأن واجب الإعلاميين إيصال صوت الداخل. نحن لا نقول بأننا نحن الذين نثور، نحن مجرد نقوم بإيصال رسالة الداخل للخارج. نحن نقوم بإيصال رسالة شبابنا وأبنائنا وإخواننا وأبائنا في الداخل للخارج، نقوم بإرسال رسالة الوطن فقط للخارج بإيضاحها للناس. ولكن لا ينبغي أن ندعي بأننا نحن الثوار ونحن الذين أسقطنا الحوثيين. الذين سيسقطونه هم الذين عانوا من سجونه وعانوا من بطشه، والذين عانوا من إتاواته وعانوا من تدخله في كل شيء. يا رجل كيف لا يثور الناس وأنت اليوم تذهب إلى الصلاة والمصلون يقولون لهذا الخطيب الحوثي: يا أخي لا نريد أن تخطب بنا، لدينا خطيبنا نريده هو الذي يخطب. ومع ذلك يصر هذا الخطيب على أن يخطب. أنا لو كنت إمام مسجد أو خطيب، والله لا أستطيع أن أخطب أو أنا أم الصلاة بقوم يكرهونني. حتى في الفقه أظن أنه لا يأم الرجل قوما وهم له كارهون. ومع ذلك هذه الجماعة لديها من الوقاحة القدر الكافي الذي يجعلها تفرض نفسها طيب. على الناس في صلواتهم، في معابدهم، في مساجدهم، نعم، في أسواقهم، وتدعي تمثيلهم في كل شيء.
دكتور، الآن الصورة الكبيرة في نتائجها إلى أين تمضي باليمن؟ الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المملكة العربية السعودية سيتفرغون لعملية سلام مع إسرائيل في هذه المرحلة. الملف اليمني إما أن يطوى وإما أن يهمل. إلى أين تتوقع أن يمضي بنا الأمر في علاقاتنا الإقليمية والدولية على خطى 9 سنوات حرب؟ طبعا هي خطة الأمم المتحدة قائمة على جزئين. الجزء الأول هو الجزء الإنساني الذي هو فتح مطارات أو زيادة فتح المطارات أو عدد الرحلات، زيادة أيضا في استيعاب ميناء الحديدة، فتح الطرقات، رفع الحصار وصرف المرتبات. هذه هي الخطوات الإنسانية اللازمة لتطبيع الوضع الإنساني حسب الخطة الأممية. حسب هذه الخطة كذلك يتم الانتقال للجزء الثاني من هذه الخطة وهو الجانب السياسي، بأنه خلال عملية التطبيع الإنساني هذه يصار إلى مشاورات يمنية طبعا برعاية أممية، وبعد ذلك تتم خلال هذه المشاورات أو تنتج هذه المشاورات فرقا من الفرقاء المتحاربين أو المتخاصمين يذهبون إلى طاولة الحل السلمي النهائي تحت مظلة الأمم المتحدة. أنا بالنسبة لي شخصيا، أنا الذي يخيفني هو أن يتم تطبيع الأوضاع الإنسانية ولا يصار إلى المرحلة الثانية من الخيارات السياسية ومن الحل السياسي والتفاوض السياسي. لماذا؟ لأنه حال تطبيع الأوضاع الإنسانية، صرف المرتبات، فتح المطارات، فتح الموانئ، فتح الطرقات، ودون اللجوء أو دون العودة إلى أو دون الذهاب إلى الحل السياسي، فإن هذه الوصفة التي يراد لها أن تكون إنسانية لن تكون أكثر من وصفة تقسيم للبلد، بمعنى أن كل جماعة أو كل طرف يحتفظ بما لديه من إمكانات ومقدرات وأرض والخدمات في حدها الأدنى والمرتبات تمشي، والبلد فعليا منقسم بين يعني من يحكم في الجنوب ومن يحكم في الساحل ومن يحكم في مأرب ومن يحكم في صنعاء. هذه الوصفة هي التي ستكون إذا لم يقترن الحل الإنساني باشتراطات الذهاب إلى مفاوضات الحل النهائي السياسي. وفي حال الذهاب إلى الحل السياسي، لنفترض جدلا مع أنني لا أعتقد ذلك، أن الأطراف أو الحوثيين، دعنا نتكلم عن الحوثيين لأنهم هم الذين يرفضون، أنهم وافقوا بعد تطبيع الوضع الإنساني على الذهاب إلى حل سياسي، لك أن تتصور مدى صعوبة هذه المفاوضات التي سيجريها طرف ما مع مهد المشار. قال عبد الكريم الإرياني رحمه الله: إن الله إذا غضب على رجل أطال في عمره حتى يتفاوض مع مهد المشار. لكن دعنا نقول بأن المفاوضات نجحت وأنهم وصلوا لاتفاق سلام وتم التوقيع باحتفاء دولي في الأمم المتحدة. هل سينفذ هذا الاتفاق؟ هل سينفذ؟ نحن لدينا عشرات الاتفاقات، ولدينا أبرزها اتفاق ستوكهولم الذي صدر به قرار دولي. وبالتالي ما المتوقع منها كلها يا سيدي؟ عفوا، وبالتالي ما المتوقع من أي اتفاق مع الحوثي الآن؟ أنا لا أتوقع شيئا من أي اتفاق مع الحوثيين، لكن كل ما هو، والجميع يعرف ذلك، أنا وأنت وعجوز الحي إنجاز التعبير يعرفون بأنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مع الحوثيين، ولكن للأطراف المختلفة أثقالها وأعباؤها التي تريد أن تتخفف منها في هذه المرحلة، فربما يراد تجميد الوضع على ما هو عليه إلى أن تحين ظروف تاريخية معينة ينتصر فيها أو تميل الكفة هنا أو هناك وتتعدى الموازين القوى، ثم نعود مرة أخرى إلى المعركة. نحن في اليمن ندرك جيدا بأنه لا يمكن أبدا أن نتعايش مع فكرة أن نعم. الحكم أن السلطة والثروة في فئة معينة نعم. وأن بقية فئات المجتمع محرومون منها. دكتور محمد جميح، أدركنا الوقت تماما، أتوقف بكل احترام وتقدير وأشكرك شكرا جزيلا يليق بك شخصا ومقاما على كل هذا الجهد وهذا العطاء، ولكونك أيضا قبلت الحوار معي وأنت تحت ظرف يعني نزلة برد صحية، أتمنى لك الصحة والعافية. أحييك وأشكرك وأتمنى لك دوام الصحة والعافية بأمل أن يكون لنا تواصلنا الدائم. شكرا سعادة السفير الدكتور محمد جميح. شكرا جزيلا ولنا لقاء بإذن الله. أحييك وأشكرك مشاهدي الكرام، أشكركم أيضا على شرف مشاهدتكم لنا. نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من البوصلة، حفظ الله اليمن، لكم محبتي أنا عارف الصرمي، إلى اللقاء.